السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط بمتوسطة العبير الأهلية، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس الوحدة الثانية أعلام المعاصرون. الموضوع استراتيجية الكتابة، الفن الكتابي، كتابة سيرة غيرية، الأداء الكتابي، تخطيط كتابة موضوع. هننتقل سريعا يا شباب إلى التخطيط للعمل الكتابي. دي طبعا مجموعة من الإجراءات. أولا عند تخطيط الكتابي يجب هناك إجراءات قبل الكتابة، تحديد موضوع الكتابة، المشكلة، وتحديد أيضا الهدف من وراء الكتابة، وتحليل مضمون العمل الكتابي. يعني إيه تحليل مضمون العمل الكتابي؟ اللي هو الفكرة والعناصر والكلمات والمفردات، وطبعا توليد معلومات وأفكار وجمع معلومات من مصادر مختلفة، وتحديد طريقة العرض، وتحديد شكل العمل ورسم مخطط مفرع له. دي استراتيجية الكتابة، دي خطة أو التخطيط للعمل الكتابي. ده بالنسبة للتخطيط الكتابي. طيب، حياة الملك عبد الله طبعا بن عبد العزيز، الهدف من الكتاب اللي هو طبعا نص إنسانية ملك، الهدف من الكتابة اللي هي إبراز القيم الإنسانية للشخصية. طيب، الشكل الفني الذي جاء فيه النص هو سيرة غيرية ولا تقرير ولا قصة؟ طبعا كان سيرة غيرية. الفكرة العامة سيرة غيرية للملك عبد الله، والكلمات المفتاحية ولد خادم الحرمين الشريفين، والدليل قوله مخاطبة الشعب أعاهد الله ثم أعاهدكم، ومساعدة القضايا المحلية والدولية. دي الشواهد والأمثلة والأدلة. دي بالنسبة لموضوع إنسانية أو نص إنسانية ملك. كانت الفكرة العامة هي سيرة غيرية للملك عبد الله بن عبد العزيز، والكلمات المفتاحية ولد خادم الحرمين الشريفين، تسلم خادم الحرمين، إنه شخصية ذات طابع خاص، والدليل والأمثلة اللي هو طبعا قوله مخاطبا الشعب وعاهد الله ثم أعاهدكم، مساعدة في القضايا المحلية والدولية والحرب العالمية الثانية. هنجد هنا طريقة العصف الذهني. خلاص، ده طبعا معلومات سابقة نقدر نجمعها عن طبعا نص إنسانية ملك، اللي هي المعلومات السابقة، المصادر، المعلومات الجديدة، المصادر أيضا. هنا يا شباب أكمل مخطط أمامي لموضوع إنسانية ملك. اسم الشخصية الملك عبد الله بن عبد العزيز. طيب، صفاته، شخصيته، حياته، أعماله ومواقفه. هنجد هنا طبعا نشأ في كنف والده، لقد عاش في عصر كل ما فيه يفرض على الإنسان الصبر، تلقى يحفظه الله تعليمه على يد عدد من العلماء. طيب، وهنا طبعا تسلم يحفظه الله رئاسة الحرس الوطني. كل دي الأشياء طبعا اللي دلت على صفاته، شخصيته، حياته، أعماله ومواقفه. طيب، الدروس بقى والنتائج. الدروس والنتائج إنسانية الملك عبد الله وتواضعه وحبه العمل الإيه؟ وحب العمل الخير. هنا العنوان دليل المحتوى. اختار عنوان آخر مناسب لنص إنسانية ملك، وليكن يا شباب عبد الله ابن عبد العزيز صقر العروق. ده كان بالنسبة لتخطيط الموضوع. هنا عناصر الفن الكتابي، كتابة سيرة غيرية. أولا يا شباب عندنا نوعين من السيرة، سيرة ذاتية وسيرة غيرية. السيرة الذاتية هي التي تتناول ما يكشفه الكاتب بقلمه عن حياته، عن حياته هو. يعني فرضا حضرتك بتكتب أو محتاج إن أنت أو هتكتب سيرة ذاتية. سيرة ذاتية يعني خاصة بيك أنت، خاصة بحياتك أنت، خاصة بحياة الكاتب. أما السيرة الغيرية هي الكتابة عن الأشخاص البارزين ورسم صورة إنسانية له. هتتكلم مثلا بقى عن ايه؟ عن احد انت تعرفه، او احد مشهور، او احد دي سيرة غيرية. بتكتب انت عن حياة او بتكتب عن انسان اخر غيرك انت. خلاص، طيب.
المقطع والمعلومة نص بنت الشاطئ أولا مولدها، إحنا بنكتب عن بنت الشاطئ يبقى دي سيرة غيرية، كتابة سيرة غيرية. المولد كان في دمياط، واسمها ونشأتها في كنف والدها وتأثرها بما به وتعليمها. طبعا المقطع الثاني أهم أعمالها كتابة القصص والمقالات في الصحف والاسم المستعار ليها الذي اختارته لنفسها اللي هو طبعا بنت الشاطئ. دي طبعا نوعها ايه المعلومة الاولى، نوعها معلومات شخصية، اما الثاني معلومات علمية. ده كان بالنسبة لشباب العناصر الفن الكتابي اللي هي كتابة السيرة الغيرية. والى هنا ينتهي شرح الدرس ونكمل في فيديو اخر. وفقكم الله الى ما يحبه ويرضاه. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.